أنا هنا فوق ركام هذا المنزل في مخيم النصيرات للاجئين تحديدا في المنطقة الغربية منه. هذا حجم الدمار الكبير الذي حل بهذه المنطقة، شهيدان وعدد من الإصابات تم نقلهم من تحت ركام هذا المنزل الذي دمرته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. وهي ليست المرة الأولى بالمناسبة التي يستهدف في هذا المكان والأماكن المحيطة به من جراء الغارات الإسرائيلية. هنا هذا الشاب يبدو أنه أحد الذين أصيبوا في هذه المنطقة. الحمد لله على السلامة. إيش اللي صار عندكم؟ ما كنا نايمين ما شفنا إلا حاجة بتطير فينا، بس هاي اللي إحنا اللي صار يعني. أنت كنت في داخل البيت؟ داخل البيت آه صحيح. إيه كان في عائلة أطفال نساء؟ كان نساء، ما هو اللي يعني من جوا نسوان، فيش ولا فيش وين يعني بشرية، هو كل النسوان اللي جوا، بس إحنا شاردين من منطقة لمنطقة. انتوا نازحين؟ نازحين. من وين نازحين؟ من البريج. واضح انه فيش مكان امن هيك يعني بتروح. لا هو فيش مكان امن اللي عند رب العالمين من الاخر، لان الواحد زيق من الدنيا هذه كلها اصلا. لا حول ولا قوه. الكبار مكيفين والصغار مكلينها. لان هذا هو حجم الركام الذي حل بهذه المنطقه والدمار. نلاحظ ان منازل المخيمات دائما تتضرر بشكل كبير من جراء الاستهدافات نظرا لأنها متلاصقة، هذا المنزل والمنزل هناك المجاور له ومنازل أخرى حتى قريبة مطلة، بالإضافة إلى الإضرار حتى القطاع الزراعي، حيث أشجار الزيتون المعمرة في هذه المنطقة تتضرر بسبب هذا القصف الإسرائيلي المستمر على هذه المناطق دائما، وهي مناطق غالبا ما تقصفها طائرات الاحتلال بأطنان من الصواريخ. باسل خلف، تلفزيون العربي، من المنطقة الغربية لمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.